السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في دروس اللغة البرتغالية للمتحدثين بالعربية كورس دي بورتوغيش بارافالانتش دي أراب ودرس جديد وهو الدرس رقم سبعة والذي سيكون حول الأعداد الأصلية والترتيبية نوميروش كاردينايش إي أوردينايش إذا الأعداد وش الأعداد الأصلية وش كاردينايش والأعداد الترتيبية أشنيميروش أردينايش. بالنسبة للأعداد الأصلية أو أشنيميروش كاردينايش هي الأعداد البسيطة التي نستعملها غالباً في حياتنا اليومية مثل واحد اثنان ثلاثة أربعة أون دويش تريش كوترو والتي يرمز لها بالأعداد العربية التي تلاحظنا هنا واحد اثنان ثلاثة التي يرمز لها بهذه العلامات وهي بالنسبه للاعداد الاصليه تستعمل لحساب عدد ما لحساب مجموع ما مثلا خمس نجوم سينك مثلا او اون دويش تريش كواترو اذا نستعملها لحساب مجموع ما او لحساب عدد ما اذا نبدا الاعداد الاصليه ونبدا من زيرو لتسعه أه سيكون بالعربيه والبرتغاليه اذا أه صفر زيرو زيرو واحد او واحده اون او اوما اون اوما اثنان او اثنتين دوش او دوش دوش دواش ثلاثة تريش تريش أربعة كواتر كواتر خمسة سينكو سينكو ستة سايش سايش سبعة سات سات ثمانية ثمانية أويتو أويتو تسعة نوف نوف نعيد زيرو اون اوما دويش دواس تريس كواترو سينكو سايش ست اويتو نوف الان ما بين عشرة و تسعة عشر ديش عشرة اونز احدى عشر اونز عشر دوز تريز ثلاثة عشر تريز أربعة عشر كاتورز كاتورز كينز خمسة عشر كينز ديزا سيش ستة عشر ديزا سيش ستة عشر ديزا ست سبعة عشر ديزا ست ديزويتو ثمانية عشر ديزويتو ديزا نوف تسعة عشر ديزا نوف نعيد ديش أونز دوز تريز كاتورز كينز سيش ديزا ديزا نوف إذا لاحظتم هنا من 11 إلى خمسة عشر هما مثل مثل الأعداد من واحد إلى تسعة يعني خاصة بهم وهنا من ستة عشر إلى تسعة نطبق ديزا نزيد ديزا يعني عشرة وما بعدها الأعداد سيج أويتو نوف. أوكي الآن لدينا الأعداد اللي غادي نلاحظوها الأعداد ما بين عشرين عشرون و تسعون في الأول سنرى فقط العدد العشري ومن بعد سنرى العدد ما بين بين العشرات فينت عشرون فينت ترينتا ثلاثون ترينتا 40 أربعون خمسون سينكوينتا ستون ستينتا سبعون ستينتا أويتينتا ثمانون أويتينتا نوفينتا تسعون نوينتا إذن فينت ترينتا كوارينتا سينكوينتا سيسينتا ستينتا أويتينتا أي نوفينتا إذن هاد الأعداد فقط سنة بين العشرين وثلاثون سنتبعهما بالعدد من واحد إلى تسعة كما يلي من عشرون و وعشرين حتى التسعون إذا لنبدأ فينت فينت 22 فينت 24 فينت إتريش فينت إكواترو فينت كما تلاحظون رقم عشرون وبعده إي و وبعده العدد من واحد إلى تسعة دائما بالنسبة من عشرون إلى مئة ضروري يكون ما بين الأول والعدد الثاني إي اللي هو و من ثلاثون وتسعة وثلاثون ترينتا ترينتا يوم ترينتا يدوش ترينتا يترش ترينتا يكواتر ترينتا, يكواتر ترينتا يسينكو Trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Arbaú, tisá, wa arbaú. Quarenta. Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove. Me bem, khamsun, wa tisá, Cinquenta. Cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito e cinquenta e nove. Bem, a Citune, what is Sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e o quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete,

<applause> والمئة وتسعة وتسعين بعد الأمثلة إذا هنا في الأول رأينا مئة قلنا سن ولكن عندما يكون مئة وبعده عدد آخر يصبح سينتو مئة هي سينتو ما بقاش سين كما شفنا في الأول مئة هي سن ولكن مئة وواحد مثلا سينتو إي أن إذا لاحظت إذا ضروري الحرف الاي اللي هو الواو الذي سيتغير بالنسبه للالاف سنرى بعد ذلك سنتو اي ديش مئة وعشرة سنتو اي ديش سنتو اي كينز مئة وخمسة عشر سنتو اي كينز سنتو اي فينتي اون مئة وواحد وعشرين سنتو اي فينتي اون

990 إنوفينتا 990 وتسعين نوفسينتوش إنوفينتا إنوف وتسعة وتسعون الآن ما بين الألف والمليار <applause> الألف هو ميل ميل ألف يا ميل إذا أي عدد قبل الألف نقول ذلك العدد متبوعا بميل مثلا ألفان دويش ميل أو ثلاثه الاف تريش ميل، أربعه الاف آه كواطرو ميل، إلى غير ذلك مثلا عشره الاف ديش ميل، مئة ألف سين ميل، سين ميل، آه مليون، مليون هي أون آه مليار، أو دوش مليار، مليونين أو إلى غير ذلك و في آه الأخير آه مليار، مليار. اذا الآن كيف نقرأ الآلاف؟ بعد الإختلاف البسيط. بالنسبة إذا كان العدد الآلاف مثل واحد ومتبوعة بالصفر، ومتبوعة بالصفرين الواحد، اون ما بين الألف والوحدات يكون الإ، الواو. وكذلك ما بين الألف والعشرات يكون كذلك الإ. دويش ميل. ايفين دويش ميل ايفين وعشرون والقاعده الاخرى هي عندما يكون الالاف والمئات ولكن المئات بعدها صفرين الصفر لا يوجد عدد هنا مثلا يكون أربعة خمسة ستة وإلى غير ذلك كذلك لا يكون الحرف الإي اللي هو الواو تريش ميل إيكوارو إيكواترو سنتوش ثلاثة ألف أربعمائة 3000 e 400 وهنا القاعده تختلف هنا اذا هنا عندما يكون العدد عادي يعني لا ينطبق هذا القواعد لا يوجد الواو او الاي ما بين الالاف والمئات ما بين الالاف والمئه 5000 406 إيه. اذا لا يوجد الاي بين المئه الاف والمئات 5406 5000 و وستة بالنسبة في العربية نفس الحالة سايش ميل سينتو إذا مباشرة المئات بدون الإي سينتو إي ستين تايوتو ألاف ومئة وثمانية وسبعين سايش ميل سينتو إي ستين أو كذلك المثال الآخر نوف ميل نوف ميل نوف سينتوش كذلك لا يوجد الحرف العطف الواو ما بين الآلاف والمئات يكون حرف الواو العطف ما بين الآلاف والوحدات وما بين الآلاف والعشرات وما بين الآلف والمئات في حالة خاصة هي عندما يكون المئات بعدهم فقط الصفر يكون واحد أو اثنان أو ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أما غير ذلك فبين الآلاف والمئات لا يوجد الواو العطب التي هي اي اذا قد انهيت من الحروف الاعداد الأصلية. الان اعداد الترتيبية او اوش نوميروش أوردينايش. كما تلاحظون هنا عمارة بناية كبيرة اذا لترتيب الطوابق نستعمل الاعداد الترتيبيه ليس الاعداد الاصليه التي رايناها من قبل مثلا عندما تقول الطابق الاول تقول بريميرو اندار بريميرو اندار سيكوندو اندار ترسيرو اندار يعني الطابق الاول الثاني الثالث اذا هذا للاعداد الترتيبيه نستعملها للترتيب كما تلاحظون بريميرو سيكوندو ترسيرو حسب الشيء الذي تريد ان ترتيبها. كذلك يجب ان نعرف بان بالنسبه للاعداد الترتيبيه اما تكون اما تكون مذكره او في حالة اذا كان العدد في الآخر هو او يكون مذكر واذا كان الأ يكون اما بريميرو الاول بريميرا الاولى كذلك بالنسبه للرمز غالبا نرمز له بالترتيب بهذا واحد وفوقه عدد او لا صفر صغير واضواء دائره صغيره لاعطاء الترتيب وهنا لا لا نفارق ما بين المذكر والمؤنث او كذلك أنه يمكن ان نرمز له بواحد وفوقه عدد وفوقه حرف صغير اما او اذا كان مذكر واما ا اذا كان مؤنث هذا لرمز الاعداد الترتيبيه عوض اننا نكتبها مثل مثل كما راينا في الاعداد الاصليه اذا نبدا بالاول الاعداد الترتيبيه بريميرو اول بريميرو سيكوندو ثاني سيكوندو تيرسيرو ثالث تيرسيرو كوارتو رابع كوارتو Quinto, chámis, quinto. Seis, sexto, sede, sexto. Sítimo, sétimo. sítimo. Oitavo, sêmen, oitavo. Nono, séssia, nono. Décimo, aéssia, décimo. Noid. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quarto, كوارتو الاختلاف ما بين الرابع وأربعة هو الإر بين الرابع كوارتو أربعة كواترو يعني الإير يختلف إلى بعد الطي كينتو ساي سيشتو، سيتيمو ويتافو نونو ديسيمو ديسيمو عشرة الآن ما بين العشرة والتسعة عشر ديسيمو بريميرو حادي عشر أو أونديسيمو إذا بالنسبة بالنسبة للعشرات فما فوق نتبع دائما الأول وراءه الأعداد اللي قبله مثلا إحدى عشر إذا العشرات ديسيمو واحد و بريميرو ديسيمو سيكوندو ثاني عشر أو دوز ديسيمو ثاني عشر ديسيمو ترسيرو ثالث عشر ديسيمو ترسيرو Décimo quarto, décimo quarto, décimo quinto, décimo quinto, hamis achar, décimo sexto, sedes ashar, décimo sexto, décimo sítimo, sedes ashar, décimo sítimo, de ashar, décimo oitavo, feminashar, décimo oitavo, wa, décimo nono, tessiashar, décimo nono. Noid, ديسمو ديسمو primero او au آه on décimo او segundo au do décimo décimo ديسمو décimo ديسمو décimo quinto décimo sexto décimo ديسمو décimo كما تلاحظون من العشرات, العشرات يعني عشرة عشرين وثلاثون نقوم فقط ب العدد الاول وبعده العدد من من واحد الى تسعة كما فقط ساعطيكم العشرون ثلاثة اربعون و بالاكيد ستعرفون انكم تضيفون فقط من واحد الى تسعة اذا فيجيزيمو فيجيزيمو إذن اذا اذا ان تقول واحد وعشرون تقول فيجيزيمو بريميرو اثنان وعشرون الثانية والعشرين فيجيزيمو سيكوندو الى غير ذلك أه, تريجيزيمو الرتبة الثلاثون تريجيزيمو كوادراجيزيمو اربعون كوادراجيزيمو كينكواجيزيمو الخمسون كينكواجيزيمو سيكسا جيزيمو الستون سيكسا جيزيمو ستون سيتوا سبعون سيتوا سبعون أوكتوجما ثمانون أوتوجو نونا تسعون نونا إذا إذن نعيد فجيما تجيزما كوادا جيزيمو كينكوا جيزما سيكسا جيزما الآن المئة، صنتيزيمو، سونتيزيما سونتيزمو إذن كما ذلك ممكن أن تقرأ مئة وعشرة أو مئة وعشرون فقط سنتيسيمو العدد ال بعدها مثلاً عشرون سنتيسيمو فيجيزيمو خمسة مثلاً مئة وخمسة وعشرين س ااا سنتيسيمو فيجيزيمو سينكو أه سينكو بعدها دو سنتيسيمو مئتين دو Tres santizimo. Telet mi a. Tres santizimo. Kwadre jantizimo. Arbao mi a. Kwadre jantizimo. Kin jantizimo. Kamsu mi a. Kin jantizimo. Seks santizimo. Situ mi a. Seks santizimo. Siti santizimo. سنتيزمو سبتي سنتيزمو سبعو مئه و اكتي جنس جنتيزمو اكتي جنتيزمو تمنو مئه نون جنتيزمو تيزمو مئه نون جنتيزمو و الالاف مليزمو مليزمو الاف مليزمو عشره الاف دسيمو مليزيمو فقط تضيف العدد و تقرأ العدد كما هو ليس لا يوجد بينهما أي حرف الإيم مثل الأعداد الأصلية سنتيزيمو مليزيمو مئة ألف سنتيزيمو مليزيمو مليونيزيمو مليون مليونيزيمو مليون و بليونيزيمو ألف مليار إذا كون قد أنهيت هذا الدرس. أتمنى أن أكون اني كنت موفق فيه. وإن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله سيكون حول تيمبو بالنسبة الزمن أو الأوقات التي سيكون فيها شرح كيف تقول الساعة أو تسأل عن الساعة والأيام والشهور وكل ما يتعلق بالوقت والزمن. إذا شكرا جزيلا. اوبريكادو وما تنساوش دائما على قناتي على اليوتيوب هادي دايليز بالنسبه هناك قناه انشات قناه على الفيسبوك خاصه باللغه البرتغاليه كورسو دي بي بي فقط يبحثوا كورسو دي بي بي اف ا اللي هي كورسو دي برتغيش بارا دي ا راب